بعد رحلة علاج طويلة بفرنسا ثم العودة إلى أرض الوطن، رحل بالأمس الشاعر الكبير سيد حجاب عن عمر يناهز 77 بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري. ولد أحد أبرز شعراء العامية المصرية بمدينة المطرية محافظة الدقهلية في 23 من سبتمبر عام 1940. تأثير المحيط به من الأسرة والموقع الجغرافي كان له نصيب الأسد في أشعاره، حيث كان والده يشركه في جلسات مصطبة شعرية، في حين كانت أولى كتاباته ديوان صياد وجنية نظرا لموقع مدينته المطلة على بحيرة المنزلة. شاءت الأقدار أن يلتقي بالخال عبد الرحمن الأبنودي والقامة صلاح جاهين الذي تنبأ له بأن يكون أحد أبرز شعراء العامية في مصر والوطن العربي بوجه عام. حددت موقفي منذ التقيت صلاح جاهين. أنا لما التقيت صلاح جاهين كنت أكتب الفصحى والعامية. كما قام بتقديمه كشاعر عبر مجلة صباح الخير إلى أن زين مسيرته بالعمل مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي. أعماله نالت استحسان كبار الشعراء والفنانين مع مولد أول ديوان له منتصف الستينيات. الفجر أدن يا أبويا قوم بطراحة، سيبك من النوم ومن الأحلام ومن الراحة، قوم للشجا يابا مين بياكلها بالراحة، ولا كلمة يابا ما بتردش على ولدك، ليه يابا ليه الدموع نخلتها طراحة. منحنى شعبي من الطراز الأول ما أن توجه إلى كتابة الأغاني، حيث أن أشهر تترات المسلسلات كانت من تأليف الشاعر الراحل، من أهمها أرابيسك، ليالي الحلمية، الأيام، الحقيقة والسراب، أميرة في عبدين، المال والبنون. قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره يخسر مصيره، قالوا الشيطان قادر ولو قلب صورة، قلنا ما يقدر على الخير. تعاون مع مطربين كبار في أعمال غنائية مثل آه يا بلاد يا غريبة مع محمد منير، وتجيش نعيش مع علي الحجار، بالإضافة إلى سميرة سعيد وعفاف راضي، كما لحن له بليغ حمدي بعضا من أعماله. في إحدى اللقاءات مع الإعلامي مفيد فوزي على شاشة قناة دريم، أثنى على الوعي الوطني مما أوحى له بكتابة رائعته في رثاء الطفل الشهيد نبيل منصور ابن محافظة بورسعيد الباسلة. من أهم قصائده سلو قلبي، دقات القدر، حارة عتيقة قبل الطوفان. جاي الطوفان والجاي بعده مهول، هيقول ويعمل حاجة فوق القول، وقوالته فعل وكلكم مفعول به، مش لأجله بس مش حاسين. عندما كان حاضرا كانت أعماله حاضرة، مما يؤكد على أن رحيله عنا بالأمس لن يؤثر على هذا الإرث في القريب أو حتى على المدى البعيد.